جه معادنا مع فقرة التطوير الأسبوعية، والتطوير النهاردة من اسكندرية. اسكندرية اللي جرار التطوير أو البلدوزر التطوير شغال فيها بقاله 10 سنين، جايبها من غرب الشرق، من أول المنتزه، ميامي، العصافرة، مرورا على الشواطئ اللي موجودة في اسكندرية. النهاردة أنت كمواطن ما عادش من حقك تشوف البحر بعينك. ليه؟ نوادي موجودة مرصصة على الشط، تخلص النوادي تلاقي الفنادق التابعة للقوات المسلحة، للشرطة، للقضاء، تخلص الفنادق والنوادي تلاقي الكافيهات اللي الحكومة مأجراها لرجال الأعمال واللي معاهم فلوس، والحتة اللي ما فيهاش لا فنادق ولا نوادي ولا كافيهات استخسروا وعملوا فيها جدار عالي عشان محدش يشوف البحر، كأن سلو بلدنا يعني البحر ما بيتكشفش على المواطن. قوم الموضوع جاي بقى من عند المنتزه وماشي. النهاردة بيوصل التطوير لحد واحدة من أقدم القلاع اللي موجودة في بلدنا، تقدر تقول أقدم القلاع اللي موجودة في العالم، قلعة قايتباي، قلعة اللي اتعملت قبل حوالي 900 وشوية سنة، داخلين النهاردة على 1000 سنة، على قرن، لأقامها السلطان المملوكي الأشرف أبو الناصر قايتباي على مساحة تتجاوز 17550 متر، في مكان فنار الإسكندرية عشان تبقى الحماية أو المكان اللي بيحمي البلد من جهة الشمال. النهاردة أو قبل كام سنة في 2020 أعلنت الدولة عن أضخم مشروع للحفاظ على قلعة قايتباي الأثرية بإسكندرية. قال لك إن المشروع ده هيقوم على حماية القلعة من النحر والتآكل، وهيتم عمل حاجز الأمواج يمتد حوالي 0.5 كيلومتر، تكلفة المشروع 267 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 20 شهر. الكلام ده كان في أغسطس 2020. 20 شهر من أغسطس 2020، يعني بنتكلم عن نهاية 2021 حسب كلام الحكومة، وزارة الآثار، محافظة اسكندرية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الري والموارد المائية، والكل كده بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بيعملوا كوبري، أو لحد دلوقتي ما قالولناش كوبري، بيعملوا مشروع لحماية قلعة قايتباي من النحر وارتفاع الأمواج. القلعة اللي كان الجدار بتاعها في المية، لو طلعت القلعة في الدور الثاني تلاقي البحر تحتك، تشوف كده المية والبحر وتشوف الأسماك عايمة تحتك. جينا في 2020 آثار اسكندرية قالت إنه تم الانتهاء من 55% من أعمال حماية قلعة قايتباي. طب التسليم إمتى يا سيدنا؟ قال لك التسليم خلال شهور حسب الخريطة الزمنية اللي اعلنت عنها الحكومة، التسليم خلال 20 شهر يعني بنهاية العام 2021. جينا في العام 2021 الشواطئ، قالت تسليم مشروع حماية قايتباي في الإسكندرية، أغسطس المقبل بتكلفة 1267 مليون جنيه. يعني اتأجلنا كمان سنة، بعد ما كنا في أغسطس 2021 بقينا في أغسطس 2022، ده والعشرين شهر بقوا حوالي 32 شهر حسب كلام السادة الحكومة. جينا في 2022 في ديسمبر قالوا لنا إنهم عندهم خطة لحماية قلعة قايتباي من التغيرات المناخية ب 270 مليون جنيه. الخطة اللي انتوا شغالين فيها بقالكوا سنتين، واللي مليته المكان بتاع القلعة طوب ورملة وزلط، واللي بعد القلعة ما كانت بتطل على المية مباشرة بقى بينها وبين المية حوالي 0.5 كيلو، وبعد ما كنتوا بتقولوا بنعمل مكان لحماية القلعة اكتشفنا انكم بتعملوا رصيف بحري شوية وتحول الرصيف البحري ده لكوبري شوية، والكوبري ده هيتعمل ممشى سياحي، كل ده في قلب المية بيأثر على أساسات القلعة، بيأثر كمان على الآثار الغرقانة أو الآثار اللي موجودة المغمورة في منطقة اسكندرية وفي منطقة القلعة. الري ده الكلام ده إمتى بقى؟ الكلام ده في 2023، قال لك مشروع حماية قلعة قايتباي باسكندرية أوشك على الانتهاء. ده في أبريل 2023، والمشروع لحد النهاردة ما زال زي ما حضراتكم شايفين كده، مدرجات ومصدات مية، والمية ما عادش بتوصل القلعة، والمواطن حتى ما عادش بيشوف القلعة، خبوا القلعة عن البحر بكوبري كالعادة. نفس اللي حصل في الشاطبي
نفس اللي بيحصل النهاردة في سيدي جابر، اللي حصل في العصافرة، اللي حصل في ميامي، اللي حصل في كل بحر اسكندرية. الحتة الوحيدة اللي صعبت عليهم أو اللي كانت متسابة قلعة قايتباي، النهاردة بيعملوا فيها كمان محور وبيعملوا كوبري. حد النهاردة الحكومة بتقول إنها بتعمل حاجة تحمي القلعة، لكن ديوان المعماريين المصريين بيكشف الفضيحة وقال إن الموضوع ردم البحر عند قلعة قايتباي من أجل إنشاء مشروع محور الميناء الشرقي باسكندرية، واللي داخل حيز التنفيذ بالفعل وبيتم الآن ردم البحر عند قلعة قايتباي والميناء الشرقي تمهيدا لإنشاء الكوبري الأول من 3 كباري بطول 4.5 كيلومتر. ديوان المعماريين المصريين بيقول عندما يصبح السعر هو الأساس في اتخاذ القرار يمكن بيع أي شيء، فلا قيمة للآثار الغارقة التي سوف تدمر أثناء مرحلة الأساسات أو التي سوف يتم ردمها مع البناء والتشويه البصري للمنطقة الأثرية والموقع المحيط أو تدمير الطابع العمراني للمدينة أو هدم إجراء أجزاء من السور الأثري للميناء أو الأضرار البيئية. أهم حاجة هنعمل كوبري. يا بيه دي قلعة أثرية بقالها 1000 سنة، يا بيه حافظ على المشهد، يا بيه حافظ على المكان، قال لك هعمل كوبري وفوق الكوبري ممشى سياحي. طب ما تطول القلعة وخلي الناس تقف في القلعة تبص، لا ده انا هعمل كوبري واعمل ممشى سياحي عشان في شركة بتستفيد من ورا الممشى السياحي وفي مهندسين شغالين وفي مقاولين وفي المهم النهاردة حسب هذا الفيديو اللي صوره احد المواطنين خلال الساعات اللي فاتت، القلعة ما عادش على البحر. فاكرين اللي كان بيقول ايه اللي جاب القلعة عند البحر؟ لا، النهاردة القلعة ما عادش موجودة عند البحر عشان الحكومة قررت تردم البحر من عند القلعة. نتابع هذا الفيديو. واحد جه اخر مره جه هنا من 12 سنه الكباري خلصت على الطريق، جاي يعملها في قلب البحر وفين؟ عند المنظر ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. خلاص فاضت بينا دارت القلعه بالكوبري، ربنا يتولانا اقسم بالله. فالراجل بيقول له خلاص دقت عليك، حتى القلعه دارتها بالكوبري، خلاص طوب وزلط ورمل وكتل صخريه قدام القلعه. القلعة اللي كان في يوم من الأيام بيزورها 6000 مواطن كل يوم، النهاردة القلعة بقت خرابة زي ما حضراتكم شايفين كده لأجل سواد عيون الكوبري. سيسي بيعمل كوبري، حكومة بتعمل محور، وقال لك كوبري الأنفوشي أو محور الأنفوشي زي ما بيقول أيضا هذا الخبر للجماعة ديوان المعماريين، قال لك ردم البحر في الأنفوشي. مشروع محور الميناء الشرقي اللي دخل حيز التنفيذ، وعايزك تبص كده قبل التنفيذ وبعد التنفيذ. قبل التنفيذ كان المشهد اللي هو على شمال الشاشه، واثناء التنفيذ المشهد اللي على يمين الشاشه. شايف الكتل الصخريه والبنايه بعد ما كان البحر مفتوح بقى البحر مسدود بالشكل ده عند منطقه القلعه، وده المخطط اللي بيحصل النهارده. دورنا وبحثنا لقينا ان المخطط ده عملته احد الشركات الخاصه وقدمته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالفعل تم تنفيذ هذا المخطط. القطاع الثالث بطول 1.3 كيلومتر ويشمل عدد 1 كوبري على شكل منحنيات بطول 220 متر، والكوبري ده هيكون بتكلفة حوالي 950 مليون جنيه. الكوبري الثاني وقف لي كده شوية بتكلفة مبدئية 1.3 مليار جنيه، هيكون أيضا طوله 1.2 كيلومتر وبيشمل كوبري واحد معلق بطول 640 متر. الكوبري الثالث او ايضا احد ده بقى الكوبري اللي هيبقى يعدي من قدام القلعه، تعرفش ايه السبب. طب يا سيدي ما انت عندك الكورنيش وعندك الطريق، ليه تيجي في وسط البحر بالشكل ده وبتكلفه مليار و300 مليون جنيه عشان تعمل كوبري معلق بطول 640 متر في وسط البحر يسد القلعة ويغطي على المشهد ويبوظ المشهد الحضاري ويبوظ المشهد التاريخي؟ فيبقى عندنا الشكل ده، القلعة اللي هي في هذا المكان أو في هذا المنحنى اللي المفروض كان منها للبحر، النهاردة بقى المخطط العام لكوبري الأنفوشي بالشكل ده. ده بقى كوبري الأنفوشي اللي لحد النهاردة الحكومة لم تعلن عنه رسميا، ودي المخططات بعتها لنا أحد المهندسين في الشركة المشرفة على عمل هذه المخططات واللي تم تسليمها بالفعل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وهيبقى الكوبري اللي قدام حضراتكم ده، الكوبري ده من عند منطقة القلعة
لحد منطقة المينا وهيتسمى كوبري الأنفوشي. إيه السبب؟ ليه بتعملوا كده؟ عايزين إيه؟ محدش فاهم. أنتوا معانا ولا علينا؟ أنتوا عايزين تحموا الآثار ولا تهدوا الآثار؟ أنتوا أهم حاجة عندكم المشهد الحضاري ولا تعملوا مشاريع وسبوبات تاخدوا منها فلوس؟ الله أعلم. بالنهاية دي فضيحة جديدة بتضاف لفضائح الحكومة ضد كل حاجة جميلة في البلد. أي حاجة جميلة في البلد بيداس عليها، آثار فرعونية بيدوسوا عليها، آثار إسلامية وجبانات تاريخية، حتى الأخضر المساحات الخضراء في البلد كل النهاردة بيتشال عشان يتحط مكانه كتل رمل وخرسانة وزلط، فحتى بقى عندنا تغير مناخي. امبارح في بني سويف في شهر 6 كان في مطر وصل لحد السيول بسبب التغير المناخي. الأسبوع اللي فات في القاهرة كان في رياح محملة بالأتربة قتلت المواطنين وخربت بيوتهم، لأن ما عادش في غلاف أخضر، ما عادش في شجر. الحكومة شالت الشجر، حكومة شالت الآثار، حكومة شالت الجمال، حكومة شالت كل حاجة في البلد عشان تعمل كافيهات وجراشات. يمكن الجراش اللي موجود عند كازينو الشاطبي اللي موجود في قلب البحر، حتى عربيات ولاد الأكابر النهاردة بيحطوها في قلب البحر، والمواطن بينه وبين البحر سور، تدفع عشان تشوف البحر. زي ما قال لكم قبل كده، ما عنديش حاجة ببلاش، حتى المية والهواء والمشهد الجميل النهاردة ما عادش ببلاش، كل حاجة بفلوس حسب قرارات السيسي والحكومة. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة من الشرق اليوم. إلى اللقاء.